أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. هذه محاضرة رقم 6 من الفطريات الطبية للمستوى الثالث، قسم الطب المخبري. سلايد كلتشر، إيش يعني سلايد كلتشر؟ Purpose: the culture of fungi on glass slide in a moist chamber allow observation of undisturbed reproductive and vegetative mycelia. احنا قبل هيك قسمنا الميسيليا تبعت الفطريات الى فيجيتاتيف وريبرودكتيف واريال ميسيليا، لكن كيف احنا بدنا نشوف هذه الميسيليا منفرده او اندستيرب، يعني غير مخلوطه او غير ممزقه، بنعمل السلايد كلتشر بروسيجر. الطريقة انه احنا بنحضر ميديا للفنجاي او للفطريات اللي هي بوتيتو ديكستروز اغار. الميديا هذه بنحطها في الاطباق، بنقسمها وبنقسم في الطبق طبق مربعات تقريبا سنتي في سنتي، الطول سنتي والعرض سنتي متر مربع، وبنعمل انجكشن للفطر اللي نحن بدنا نعمله. بنجيب طبعا السنتي في سنتي هذه القطعه ونحطها على سلايد. طبعا كل الحاجات هذه اندر ستيرايل كونديشن، يعني معقمه، يعني المربع هذا السنتي في سنتي بنحطه على سلايد، والسلايد هذا بنحطه على الابليكيتورز او جلاس رودز اللي هي الساق الزجاجيه، علشان نرفعه عن ارضيه او قاع الطبق. وبعدين بنحط اللي هو 10 ملي ميه عشان المويستشر، يعني الرطوبه. بعد هيك نعمل انجكشن لكل جدار من او كل ضلع من اضلاع المربع هذا اللي هو قطعه الميديا البوتيتو ديكستروز، ونعملها انجكشن بواسطه نيدل، نعمل تاتش في الكلتشر او الفنجاي معين عشان ينمو. بعد هيك بنشوف السبورز. هذه الطريقة اللي هي بنسميها السبوريوليشن، يعني إظهار السبورز أو إظهار الميسيليا بالترتيب تبعها من الفيجيتاتيف الريبرودكتيف والأريال ميسيليا. بعد هيك طبعا بنحطها في روم تمبريتشر 25 درجة مئوية، وبنسيبها 3 أيام، من يومين إلى 3 أيام. بعد 3 أيام بأخذ الشريحة وبأشوفها تحت الميكروسكوب. هذا المنظر اللي بنشوفه تحت الميكروسكوب. احنا طبعا عملنا السلايد كلتشر، وفي 3 طرق برؤية الميسيليا. اول طريقه اني انا باخذ الشريحه كلها وبحطها تحت الميكروسكوب وبشوفها، يعني بالكفر سلايد وبالميديا وبكل حاجه. والتاني طريقه اني انا باخذ السلايد، باخذ سلايد جديده وكفر سلايد القديمه، يعني بحط نقطه ميثيلين بلو علشان اشوف اللون، وبحط نقطة ميثيلين بلو وبحط اللي هو النيو سلايد مع الكفر القديم. الكفر القديم باخده من التجربة اللي عملتها أنا، وبشوفها تحت الميكروسكوب بشوف أنا المايسيليا. تاني طريقة إني أنا بشوف أولد سلايد مع نيو كفر. النيو كفر هذه طبعا تنحط فوق ميثيلين بلو، برضو نقطة ميثيلين بلو، وبحط الأولد سلايد وبحط نيو كفر.
يبقى أنا في عندي ثلاث طرق، إما بشوفها على طول تحت الميكروسكوب في اللو باور وبشوف ترتيب المايسيليا، أو بشوف أنا النيو سلايد مع الأولد كفر سلايد، بحط نقطة برضو مثلين بلو وبحط النيو سلايد والأولد كفر. ثالث طريقة إني أنا بشوف الأولد سلايد مع نيو كفر، بحط نقطة مثلين بلو برضو وبشوفها تحت الميكروسكوب. أنيمال إنوكيوليشن هذه طبعا الطريقة الثانية من فحص الفطريات. Purpose animal inoculation is done to evaluation or evaluate the pathogenicity، يعني أنا قاعد بعمل تقييم لدرجة المرض of the fungi. The skin of the guinea pig، طبعا هذا حيوان من حيوانات التجارب، white mice and rabbit can be infected with dermatophytes، يعني الرابت والغينيا بيجز الخنزير الغيني واللي هو الفران برضو ممكن تنصاب بديرماتوفايت. هيستوبلازما كريبتوكوكس and coccidioides are pathogenic to mice. الطريقة الخامسة من الفحص على الفطريات الطبية اللي هي الهيستوباثولوجي أو صباغة النسيج المرضي. Tissue slide made from surgical and from experimentally injected animals and stained with hematoxylene eosine stains، يعني هذه الصبغات كلها في الهيستوباثولوجي. مكلوم جود باستير ستين والبيريوديك أسيد شيف ستين اللي هي الباس والميوسي كارمين ستين and غريدلي ستين، هذه كلها صبغات في الهيستوباثولوجي في صباغة الأنسجة المرضية. كروكوت ميثينامين سيلفر اللي هو الجي ام اس ستين تيشو سيكشن اوف لانج شوينج دايكوتوماسلي برانشد سيبتيت هايفا اللي هو في الاسبريجيلاس فيوميغاتس، هذه طبعا الاسبريجيلاس فيوميغاتس بتمتاز ب اللي هو الدايكوتوماسلي. دايكوتوماسلي يعني متفرع بشعبتين، شعبتين متكافئتين، بتبين لي دايكوتوماسلي في الاسبريجيلاس فيوميغاتس. هنا تيشو سيكشن ستيند وذ هيماتوكسايلين اند ايوزين from biopsy of mouth lesion، من طبعا ما عينة من الفم. هنا tissue section stained by periodic acid chef liar pass showing numerous yeast cells of histoplasma capsulatum، طبعا اليست اللي هي شبه او histoplasma capsulatum بتكون طبعا حاجات مرضية في التشو. الطريقة السادسة في الكشف عن الفطريات الطبية اللي هو سيرولوجيك الفحوصات المصلية، يعني antigen antibody reaction. The following tests are employed in the diagnosis of coccidioidomycosis والhistoplasmosis and cryptococcosis، يعني ممكن ان نعمل تشخيص للثلاث امراض هذه. هذه امثله طبعا مش حصريا، coccidioidomycosis والhistoplasmosis والcryptococcosis. complement fixation برضه هذه من الفحوصات المصليه. tube precipitine immunodiffusion latex particles agglutination and fluorescence antibody
انهبيشن اللي هو هذه كلها فحوصات مصلية تعمل تشخيص للفنجاي أو الفطريات. أنا طبعا بوزيتيف كريبتوكوكال أنتيجين، هذه بتكون البوزيتيف إحنا بنقول قلنا إذا كان في أجلوتينيشن زي هيك هذه بتعتبر بوزيتيف، يعني بارتيكلز أجلوتينيشن هذه بتكون بوزيتيف، وهذه بتكون نيجاتيف سموث نيجاتيف كريبتوكوكال أنتيجين لاتكس تيست فبتكون نيجاتيف. مونومورفيك باثوجينيك ييست، يعني قلنا دايمورفيك اللي هي ممكن تعيش نفسها في as mycelia في room temperature او as unicellular as yeast في 37 درجة مئوية، لكن في مونومورفيك. مونومورفيك باثوجينيك ييست grow in yeast phase، يعني بتضلها ييست ييست، يعني سواء حطيناها في 22 أو 37 بتضلها ييست، وأنا بقول عنها مونومورفيك يعني أحادية الشكل. The fungi in this group are candida والcryptococcus وtrichospora وtoriolopsis and rhodotoriola species، هذه أمثلة من المونومورفيك ييست. Differential diagnosis for fungi. It is based on the following test. يعني هذه عشان نفرق بين بعض أنواع الفطريات بنعمل KOH preparation. اثنين capsule detection اللي هو الانديا انك. طبعا هذه مرت معانا والKOH مرت معانا قبل هيك. Capsule detection يعني في الانديا انك أو negative stain. والكالتشر مرت معانا، الجيرم تيوب هذه طبعا حنشرحها، واليورياز تيست هذه فحص من الفحوصات التفريقية بين أنواع الكانديدا أو الفطريات. الطريقة السادسة اللي هي تمبريتشر توليرانس، يعني احنا قلنا الفطريات اللي بتعيش في 22 وبتعمل مايسيليا هذه نون باثوجينيك، والفطريات اللي بتعيش في 37 هذه لها قدرة على تحمل درجة حرارة الإنسان اللي هي 37 درجة مئوية. الفحص السابع اللي هو utilization of carbohydrate، يعني كيف استغلال الكربوهيدرات. كربون اسيميليشن، طبعا اسيميليشن اللي هي امتصاص الكربون. اوكسيديشن والفيرمنتيشن، الفيرمنتيشن تيست، يعني في ثلاث طرق، كربون اسيميليشن تيست، اوكسيديشن فيرمنتيشن، والفيرمنتيشن تيست. في بعض في اللي هو الفحوصات التفريقية برضو النيتريت أسيميليشن، برضو امتصاص النيتريت، هذه كربوهيدرات هنا نيتريت، هذه طبعا كلها بالتفصيل حناخدهم إن شاء الله في المحاضرة الجاية. نيجي لفحص الجيرم تيوب، طبعا هذه فحص من فحوصات التفريقية بين الفطريات. البرنسبل الجيرم تيوب تيست إز screening procedure for candida albicans and candida stellatoidi. الريجنت اللي هو عبارة عن فريش سيرم، سيرم باخده أنا وباخد نص سنتي من السيرم، وباخد من الفطر اللي أنا بدي أفحصه جيرم تيوب بوزيتيف ولا نيجاتيف. الجيرم تيوب هذه طبعا أساس من الترو مايسيليا، يعني نمو من داخل الخلية، هذا بفرقها بينها بين الترو مايسيليوم والفولس أو فولس مايسيليوم. بروسيجر طبعا أنه أنا بأخذ النص سنتي من السيرم وبحطه في سيرم تيوب، وبحط في اللي هو الفطر اللي أنا بدي أفحصه، وبعمل انكيوبيشن
بعمل انكيوبيشن لمدة من ساعتين لأربع ساعات في درجة حرارة 35 درجة مئوية. الريزلت كانديدا ألبيكنز أند كانديدا سيلاتويدي فورم جيرم تيوب within 2 إلى من ساعتين لأربع ساعات انكيوبيشن. طبعا هذه الجيرم تيوب بشوفها تحت الميكروسكوب وبتظهر اللي هو نمو من الخلية نفسها طالع حسب طالع من الخلية على أساس أنها ترو ميسيليا. These two candida species can be separated on the basis of sucrose assimilation. يعني الاثنين candida albicans وcandida stellatoid بيعطوا بوزيتيف، لكن بدي أفرق بينهم هل هو جيرم تيوب او يعني بدي افرق بين كانديدا البيكنز او كانديدا ستيلاتويدي بواسطه سكروز اسيميليشن امتصاص السكروز. كانديدا البيكنز بيعطي بوزيتيف وكانديدا ستيلاتويدي بيعطي نيجاتيف. بهذه الطريقه ان انا افحص انه هذه الجيرم تيوب بوزيتيف ولا نيجاتيف. يبقى هما الاثنين بيعطوا بوزيتيف، انا بفرق بين الكانديدا البيكنز والكانديدا ستيلاتويدي. كانديدا البيكنز بوزيتيف لا الساكروز اسيميليشن ونيجاتيف لا الكانديدا ستيلاتويدي. هذا المنظر تحت الميكروسكوب، طبعا انا بشوفه بعد الانكيوبيشن وباخذ نقطه من السيرم ومع طبعا الفطر وبحطه تحت الميكروسكوب بشوف الجيرم تيوب هذه طالعة من الخلية نفسها اللي هي احنا قلنا هذه عبارة عن ترو مايسيليا. Screening test for the identification of candida albicans production of germ tube by candida albicans in serum or plasma after من 2 إلى 3 ساعات incubation at 37. احنا قلنا البلازما او السيرم بناخدهم وبنحط في سيرم تيوب وبعمل وبخلط مع الفطر اللي انا بدي افحصه الجيرم تيوب وبعمل انكيوبيشن من ساعتين لثلاث ساعات او ساعتين لاربع ساعات في درجة حرارة 37 درجة مئوية. بعدين بشوفها تحت الميكروسكوب اذا كان في تيوب ممتدة بالشكل هذا فبقول عنها جيرم تيوب بوزيتيف، اذا ما فيش خالص يبقى هي جيرم تيوب نيجاتيف. وعرفنا كيف بنفرق بين كانديدا البيكنز وكانديدا ستيلاتويدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. هذه تكملة محاضرة رقم 6 في الفطريات الطبية للمستوى الثالث طلبة قسم الطب المخبري. احنا قاعدين يعني بنشرح في الفحوصات التفريقية بين الفطريات. اثنين اليورياز تيست، يعني اليورياز كان في معانا في الميكروبيولوجي البكتيريولوجي، في اليورياز في الاكسيديز وفي الفحوصات البايوكيميكال تيست بسموها. فاليورياز ايش يعني يورياز تيست؟ يعني معناه انه الفطر اللي بيطلع انزيم اليورياز بنقول عنه يورياز بوزيتيف. البروسيجر inoculate the slant of كريستينانسن يوريا أجار، هذه طبعا ميديا كريستينانسن فيها يوريا فبيطلع الفطر يورياز فبيحول اليوريا إلى أو بيكسر اليوريا فبيحول اللون إلى من لون أصفر إلى اللون الأحمر. The top of yeast colony and incubate for 5 days at 25 إلى 30 درجة مئوية. يعني أنا بدي بعمل inoculation للكريستينانسن يوريا أجار
وبحطه في التحضين من 25 إلى 30 درجة مئوية لمدة 5 أيام. اكزامن ديلي، يعني باليوم كل يوم نشوف اللون إيش تحول ولا لسه. كريبتوكوكس، رودوتوريولا، سام كانديدا and ترايكوسبورون are urease positive. هذه الأسماء أو هذه السبيشيز بتحول أو بتنتج اليوريز فبتحوله للون الأحمر. temperature tolerance procedure inoculate 2 of saprodextrose agar slants. يعني أنا بحط ال temperature tolerance يعني مين بتحمل 37 ومين بتحمل 25. فالمطلوب مني إني أنا أعمل inoculation لاثنين slants، بحط واحد في 37 وواحد في 25 درجة مئوية وبشوف مين اللي بينمو أكتر، فبكون هو درجة الحرارة المناسبة. انكيوبيت 1 at 37 and other at room temperature for 24 hours ل 72 ساعة، يعني من يومين أو من يوم ل 3 أيام. الباثوجينيك كريبتوكوكس نيوفورمانس جرو ات 37. الباثوجينيك طبعا بتحبز او بتفضل 37 درجة مئوية. ويريز سابروفيتيك سترينز اوف كريبتوكوكس دو نوت جرو ات 37، يعني اللي بتنمو على 37 بتكون هي باثوجينيك، اللي ما بتنموش بتكون هي النون باثوجينيك، او اللي بتنمو على 25 بتكون نون باثوجينيك. طيب utilization of carbohydrate، كيف استغلال الكربوهيدرات. carbon assimilation امتصاص الكربون، في طريقة اسمها فيكرهام ميثود. البرنسبل تبعتها various carbohydrates are added to vitamin enriched yeast broth to study the carbon assimilation by various yeast. بنشوف طبعا مدى امتصاص او استغلال انواع الكربوهيدرات زي السكروز والمالتوز واللاكتوز والحاجات هذه، فهذه بتفرق بين تفاعل مثلا لللاكتوز، بقول لاكتوز بوزيتيف ولاكتوز نيجاتيف وهكذا، بشوف انا مدى استغلال او تحليل الكربوهيدرات المختلفة لكل فطر. الميديا diluted starved fungal suspension prepared by transferring growth from saprodextrose agar culture into 5 ml sterile distilled water. يعني أنا بحط starved fungal. إيش يعني starved؟ يعني فنجاي جائعة. إيش يعني جائعة؟ بتكون أنا بنميها على حاجة اسمها minimal media، يعني فيها أقل ما يمكن للنيوتريشن الأغذية، غذاء يعني بس تضل طيبة، يعني minimal media يعني أقل حاجة ممكنة علشان تكون لما نحطها في الكربوهيدرات بتلتهم أو تأخذ الكربوهيدرات بسرعة. stock solution، في عندي stock solution combine 6.7 جرام yeast nitrogen base with 5 جرام كربوهيدرات dextrose or other، يعني نوع من أنواع الكربوهيدرات in 100 ml distilled water. هذا طبعا stock solution. wing solution combine 5 of stock solution مع 4.5 من الستيرايل ستيلد ووتر، يعني بتخفف، يعني انا بستخدم الستوك سوليوشن على اساس ان ك
يعني محلول مركز، وبخففه بأربعة ونص ملي من السترايل ديستيلد ووتر، يعني نص من الستوك سوليوشن مع أربعة ونص من ملي من السترايل ديستيلد ووتر. بروسيجر سيت أب وان تيوب فور إيتش كربوهيدريت شجر، يعني أنا بحط أنبوبة لكل سكر معين، في مثلا سكروز، مالتوز، لاكتوز، كل الشجرز هذه، كل سكر بحط له تيوب. اد 0.1 ملي ديليوتد ييست، يعني السسبشن هذه انكيوليشن، هذا بعمل حقن انا انتو ذا ايتش تيوب اند انكيوبيت ات 22 درجه في فور 48 ساعه، يعني 48 ساعه يومين بحط الانكيوبيشن. Result growth cloud the tube and turbidity is read against white card. يعني أنا بأخذ التيوبز هذه إذا كان فيها turbidity أو cloud أو في خلف paper plate أو ورقة عليها خطوط، بشوف من خلال الخطوط هاي، من خلال الأنبوبة الخطوط هذه إذا كانت واضحة معناها إنها كلير، معناها فيش جروث، إذا كانت تربد معناها إنها في جروث عالي. ريزلت النتائج cloud the tube and turbidity are read against white card، يعني بقراها من خلال أنبوبة. Method of recording، كيف طريقة التسجيل. Growth in tube obliterate line، يعني مش باينة خالص، بتكون 3 plus. Growth in tube in the distinct line، يعني وسط، بتكون 2 plus 2. Growth in tube clear line بتكون plus 1. Control both positive and negative candida albicans both positive candida albicans and negative candida tropicalis، يعني في عندي positive control اللي هو candida albicans والnegative control اللي هو candida tropicalis. Should be used for every assay، يعني في كل طريقة أو طريقة فحص لازم استخدم أنا البوزيتيف كنترول والنيجاتيف كنترول. هذا الجدول عندي من يعني بيفرق لي بين الكانديدا ألبيكانس وستيلاتويدي والبارابسيلوزز وتروبيكاليز والسيدو تروبيكاليز وهكذا، يعني عدة أنواع من الكانديدا. وفي عندي هنا أنواع من الشوغرز، في assimilation وفي fermentation وفي others، هذه كلها فحوصات تفريقية. مثلا dextrose والمالتوز والسكروز واللاكتوز والحاجات هذه كلها بنشوف مدى assimilation تبعت كل سكر من هذه السكريات، إذا كان positive بنكتب positive، إذا كان negative بالنسبة لللاكتوز هنا بكتب negative وهكذا. يعني أنا بأخذ النتائج هذه كلها sugar assimilation، وبعدين الفيرمنتيشن برضو التكسير أو التنفس اللاهوائي، الديكستروز والمالتوز هذا الفيرمنتيشن نتائجه بوزيتيف أو نيجاتيف، وهنا في A G يعني أسيد أند غاز، أسيد أند غاز أو أسيد بس أو نيجاتيف، فهذه النتائج تبعت الفيرمنتيشن. أنتم عارفين إنه الفيرمنتيشن بيحصل إنتاج ممكن يصير غاز. طيب في أذرز الفحوصات الأخرى اللي هي زي اليورياز، زي البوتاسيوم نيتريت والأذرز اللي هي سيدو هايفا يعني أو ترو هايفا. جروث 37 إذا بتنمو في 37 أو ما بتنموش أو بتنمو في 25 أو الجرم تيوب، يعني هاي في 1 2 3 4 5 وهنا في 6
يبقى 11 وفيها أنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12. كل الفحوصات هذه بناخد نتائجها وبنقارنها بالجدول هذا. نجيجي مثلا نقارن مثلا بالكانديدا ألبيكنز، أقرب نتائج إلها مثلا كانديدا ألبيكنز أو كانديدا ستيلا تودي، بأخذ النتائج هذه كلها وبقارنها بالنتائج اللي معايا، وأقرب نتائج بأقول إنه هذه اسمها كذا كذا حسب الجدول. نيجي لرقم 5 الفيرمنتيشن أو التخمر. ميديوم كومباين 0.55% ييست اكستراكت و 0.75 البيبتون and 1 ملي of 1.06% بروموكريسول بيربل، يعني هذا انديكيتور، يعني حاجة بسيطة. And distilled water for to make 1 liter، يعني هذه المكونات بنكملها لليتر وبنستخدم هذه الميديا. طبعا الأوزان والنسب هذه مش مطلوبة منكم، المطلوب منكم الأسماء الأشياء. انسكرو ديسبنس دي ميديا انسكرو كابت تيست تيوب، يعني بنحطها في أنابيب سكرو كاب ذات كونتين درهم تيوبس، يعني بحط الدرهم تيوبس، عارفين انتو الدرهم تيوبس اللي هي محطوطة بتكون رفيعة الأنابيب وبتكون لإنتاج الغاز. إذا كان في غاز بقول هذا بوزيتيف، وإذا ما كانش في غاز بقول نيجاتيف فور غاز. فور غاز كوليكشن ستيريلايز باي أوتوكليفينج، بعمل تعقيم بالأوتوكليف. بروسيجر كربوهيدرات تو بي تيستد فور فيرمنتيشن از ان كونسنتريشن اوف 6%، يعني بيكون تركيزها 6% بالنسبه للكربوهيدرات، يعني جلوكوز 6% لاكتوز 6% وهكذا. Sterilize carbohydrates separately by filtration and add aseptically to the each broth tube. أنا بعمل طبعا تعقيم الكربوهيدرات منفرد أو ما بعقموش في الأوتوكليف لأنه ممكن يتحلل أو يتكسر الكربوهيدرات. Inoculate each tube with 0.1 milli of the yeast suspension. هذه طبعا الانوكيوليشن لليست اللي أنا بحط لكل التيوب نفس المقدار اللي هو 0.1 ملي لتر. And incubate at 25% for 3 days. الفيرمنتيشن هذه بعمل تحضين لمدة 3 أيام. Result oxidative fermentation produce minimal acid yellow، يعني الأسيد المينيمال بكون يلو. Or acid and gas، يعني أو إذا كان أكثر الفيرمنتيشن بكون بنتج غاز. Which is collected in the Durham tube، التي يمكن حفظها في الدرهم تيوب. نيجي للنيتريت أسيميليشن، نفس طريقة الفيكر هام تيوب بروث، نفس طريقة العالم اللي فات. ميديا ستوك سوليوشن كومباين 11.2 جرام أوف ييست كربون بيز، هنا ييست كربون بيز بس هداك ييست نيتروجين بيز، يعني ما فيش فيه هداك فيش فيه نيتروجين، هذا فيش فيه هداك فيش فيه كربون، هذا فيه ما فيش فيه نيتروجين عشان أنا بستخدم النيتريت. Stock solution combine 11.2 of yeast carbon base and 0.78 gram nitrate أو البوتاسيوم نيتريت in 100 ملي distilled water sterilized by filtration. نعمل طبعا sterilization بواسطة الفلتريشن لأنه ممكن تخرب بالأوتوكليف. Working solution add 0.5 ملي ستوك سوليوشن تو 4.5 ملي ديستلد ووتر، طبعا البي اتش 5.6. بروسيجر اد 0.1 ملي
inoculum to the each tube اللي هو اليست incubate at 25 for 7 days. When growth is obtained in nitrate tube, subculture this tube. يعني لما تكون في growth بعمل subculture تاني من نفس التيوب to another tube and observe for the growth of for 7 days. وبلاحظ النتيجة بعد أو خلال 7 أيام. Result if growth obtained in 2 second tube, the organism can assimilate nitrate. إذا كانت التنتين الأنبوبتين positive يبقى هو بيعمل assimilation للnitrate. Controls nitrate positive اللي هو candida utilis والnitrate negative candida pseudotropicalis. يعني في عندي control positive وcontrol negative candida utilis والcandida pseudotropicalis.